الله الرحمن الرحيم. انا اسمي الاستاذ دكتور عمرو كمال، استاذ امراض القلب كليه الطب جامعه اسكندريه واستشاري الاسطره العلاجيه. برحب بيكم النهارده وبحب اكلمكم على اعراض امراض القلب بسرعه واعراض قصور امراض الشرايين التاجيه وكيفيه علاجها وازاي نعالجها وازاي نفهمها وازاي نشخصها بسرعه. باختصار شديد جدا، اعراض قصور الشرايين التاجيه بتتم في صوره الام بالصدر بالذات مع المجهود، بالذات في حدوث ألم في منتصف الصدر مع المجهود. بيهمني قوي إن الألام دي تلجأ على طول لأقرب طبيب معالج عشان يفحصك كويس برسم القلب العادي الأول عشان يتأكد إن مفيش جلطة حديثة. كمان يهمني قوي إن أنا مش أي واحد بيجيله مرض في ألم في صدره يبقى عنده ذبحة أو قصور في الشرايين. لازم يبقى فيه عوامل خطورة، من ضمن عوامل الخطورة تقدم في السن، التدخين، ارتفاع السكر، ارتفاع الضغط، السمنة المفرطة، ارتفاع الكوليسترول. كل الحاجات دي بتؤدي إلى ضيق الشرايين التاجية، وبالتالي ضيق الشرايين التاجية ده بيتطور إلى أن ينتج عنه حدوث أزمة قلبية أو جلطة. وأهم حاجة عندنا دلوقتي في تطورات العلاج الحديثة إن الجلطة دي بتتعالج بسرعة في أقل من 90 دقيقة عن طريق حاجة اسمها أسطرة ذات تدخل أولي، أسطرة تداخلية زي التدخل الأولي، ودي بتتم في مراكز متخصصة في الأسطرة بواسطة استشاريين كبار في علاج الأسطرة وبالذات علاج الجلطات الحديثة. بيتم الأسطرة دي عبارة عن أنبوبة رفيعة خالص بتخش تحت المخدة الموضعي من أحد شرايين الجسم توصل لشرايين القلب، ونقدر إن احنا نوسع الشريان اللي فيه دي وكمان نشفط الأسطرة، نشفط الجلطة بالأسطرة ونوسع الشريان باستخدام دعامة، ويرجع الأمور كلها لطبيعتها، وبالتالي نقدر نتجنب تلف عضلة القلب وهبوط عضلة القلب. وده أهم حاجة عندنا إن احنا نحافظ على عضلة القلب.